صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة عندنا محاضرتين. المحاضرة الأولانية عن السكليرال باكلينج، كنت أسألكم مثلا مين فيكم اشتغل سكليرال باكلينج قبل كده؟ يعني كان حد اشتغل سكليرال باكلينج؟ مش حد. طب حد شاف سكليرال باكل؟ حد شاف حد بيشتغل سكليرال باكل؟ طيب هاي خلاص عددكم كبير جدا. يعني المهم السكليرال باكل، اولا المانجمنت اوف ريجماتوجينس ريتنشن عندنا 3 اوبشنز: نوماتيك ريتينوبيكسي، سكليرال باكلينج، اند برايمري بارسبلاينا فيتريكتومي. ده من الاسهل الى الاصعب الى الاكثر صعوبه. يمكن ناو دايز ذا سكيلر باكلينج زي ما انتوا قلتوا، مع معظمكم ما شافش سكيلر باكل، ان هي مش بقت حاجه تتعمل كتير، لكن حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 اللي ليها الانديكيشن بتاعتها. ولو حد فيكم اتعلم سكيلر باكل هيعرف قد ايه ان هو ممكن يفيد العيان بسنجل سيرجري، والعيان ده هيبقى بيشوف احسن ما يتعمل له فيتريكتومي. So we have pneumatic retinopixy scleral buckling and the primary pulsoplanar vitrectomy. لو بنتكلم على scleral buckling، ايه ال principle of scleral buckling؟ نرجع تاني لل الباثولوجي اللي عندنا، ان احنا بيبقى عندنا retinal breaks نتيجة vitreoretinal traction، فعمل لنا tear. بعد كده ال tear ده بيحصل لنا fluid من ال vitreous يباث through this tear into the subretinal space ويعمل لنا retinal detachment. دي حاجه بيزك انتوا كلكم عارفين. يبقى الايم بتاعنا ان احنا نعالج السبب، السبب هو البريك، تو كلوز ذيس بريك، بان احنا نعمل ابوزيشن تو ذا ريتنال بيجمنت ابيثيليوم تورز ذا نيوروسنسري ريتنال لاير ات ذا سايت اوف ذا ريتنال بريك. دي اول برنسبل. البرنسبل الثانيه، احنا ستيل بيبقى عندنا سام ادهيجن على الايدج اوف ذا تير من الفيترس اللي هو ستيل اتاتش، فلما نحط له باكل احنا هنقلل الفيترو ريتنال تراكشن على ذيس سايت. So the aim is to close the retinal breaks by opposing the retinal pigment epithelium to the neurosensory retina at the site of the retinal break and to reduce the dynamic vitreoretinal traction also at the site of vitreoretinal adhesion. What are the indications for scleral buckling؟ صراحة السكليرال باكلينج ممكن تتعمل in the majority of cases of rheumatogenous retinal detachment provided ان ما يبقاش عندنا severe BVR، يعني ممكن نسمح بيها لغاية BVR B or C1. لكن there is certain indications the scleral buckling is very important in this indication. One of them is the inferior retinal breaks. لما يبقى عندي inferior retinal breaks it is better to close this break by scleral buckling. لان انت لو عملت له vitrectomy او اي other option فانت عمرك ما هتعمل tamponading لل inferior breaks. But the only break can be tamponaded or closed by the scleral buckling. Second is retinal dialysis. Third in pediatric population. لما يجي لك طفل او شاب عنده 14 سنه 15 سنة وبعدين عنده single break or multiple break in the anterior part of the fundus, it is better to do for this patient scleral buckle. وان انت لو عملت له vitrectomy this patient is going to lose the accommodation because we are going to jeopardize the lens and they هتحط له سيليكون وهتحط له تامبوناد، هيبقى في a lot of manipulation اكتر من السكليرال باكل. So the inferior retinal breaks, retinal dialysis and the pediatric population are the main indication for scleral buckling. Provided that ان احنا يبقى عندنا البريك ده anterior to the equator وان البريك ده ما هوش كبير قوي عشان ما ينفعش ان انا اقدر اعمل له scleral buckling. الحاجه المهمه الثانيه ان انت هيكون عندك clear media to do scleral buckling. طيب ايه الستبس بتاعت السكليرال باكلينج؟ هم لو ابتدينا بيهم هيبقى حاجه بنعمل حاجه اسمها بريوتومي، ان احنا بنكات ذا كونجكتايف اراوند ذا ليمبس and then hooking the muscle, isolation of the muscle, then we localize the retinal break على السكليرا، نعرف مكان البريك على السكليرا. ودي النقطة الكروشال والمهمة جدا جدا في نجاح السكليرا البكر، إن أنت فين تو لوكاليز ذا بريك على السكليرا. Once you localize the break على السكليرا هتحط عليه السكليرا البكر، ساعتها العملية هتنتهي. So localization of the retinal break is a crucial step. Then بعد ما بنلوكاليز the retinal break بنعمل treatment to the retinal break using a cryo عشان نعمل firm area of chorioretinal adhesion between the break and the neurosensory retinal layer. Then we apply the scleral buckle. Then we
sometimes do drainage of the subretinal fluid, and the other time ممكن نعمل air injection. These are the steps بتاعت the scleral bag. طيب احنا عندنا الحكايه دي ممكن تتعكس في بعض الانديكيشن وبيبقى اسمها what we call the DACE technique. الDACE technique دي نلجا اليها لما يكون عندي ان الريتنا ديتاتشد هايلي بولس ديتاتشد، وبالتالي انا مش هقدر لوكلايز الريتنال بريك، انا مش هقدر اوصل له. فالحل ايه؟ ان احنا نعمل what we call the DACE. DACE دي means drainage، ان انا I drain the subretinal fluid. A ان انا inject air. It's better not to inject air, you can inject fluid. Then C do cryo, then E is to do explant or the buckle. So the DACE technique بنلجأ ليها لما يكون عندنا bullous retinal detachment. أول حاجة إن احنا بنعمل periotomy زي ما انتم شايفين، بنعمل cutting of the conjunctiva all through around the limbus. أهم نقطة والنقطة دي اللي هنشوفها دلوقتي في الفيديو، إن احنا between the two muscles we have to open the intermuscular space عشان نقدر نعمل hooking للمصل. ودي كل الناس اللي بتشتغل سكوينت فاهمين القصة دي، لو أنت ما عملتش المكان ده هتقعد تهربد الدنيا ومش هتقدر تجيب المصل. So you have to open this space. Then we do a bridle suture عشان نعلق بيها العضلات، وده لما بيجي نعمل البريوتومي لازم نعمل ريليز. ريليز بنعمله نيزل اند تمبرال، وبعد كده بنبتدي نعمل السيبريشن اللي انتم شايفينها دي، ان انا بسيبريت الانتر ماسكولار سيبتوم، بعد كده بعمل هوكينج تو ذا ماسل اند ذيس باثينج ذا بريدل سوتشر. ذيس از ذا 2-0 سلك، وبنعملها في الفور ريكتاي ماسل. بعد كده باكزامين ذا كوادرانت ان بتوين، ودي بوريكم ان دي ذيس از ذا سوبيريور اوبليك. نعمل اكزامينشن لكل الكوادرانت عشان لو في اريا من السكيلر ثين اخلي بالي وانا بعمل اندنتيشن، اخلي بالي من في من البورتكس فين مكانهم فين. بعد ما عملنا الاكسبوجر هنعمل لوكاليزيشن تو ذا ريتنال بريك. زي ما لسه بنقول بريسايز لوكاليزيشن اوف ذا ريتنال بريكس على السكيلر، ذيس از ذا كروشال اند اكيوريت فور اكيوريت بليسمنت اوف ذا سكيلرال باك. بنعملها ازاي؟ ودي الحاجه اللي انتوا كلكم لازم تعرفوها او لما تيجي تتعلموا الاندنتيشن. انا بيبقى عندنا حاجه زي اندنتر، وبعدين انا بعملها بالاندايركت اوفتالموسكوب ومعايا اللينز. عشان تقدر تعمل اندنتيشن وتقدر تشوف اندنتيشن كويس وتقدر تلوكلايز ريتنال بريك، لازم الفيجوال اكسس بتاعك يكون باصص ثرو ذا لينز، يكون باصص للمكان اللي انت عامل فيه الاندنتيشن. لو انت عملت اندنتيشن هنا وانت باصص كده عمرك ما هتعرف تشوف البريك. So you have to move the indentation في المكان اللي انت شايف بيه. ودي الغلطه بتاعت الاندنتيشن، لو حد فيكم بيفحص ريتنال ديتاتشمنت عمره ما يقول لك الاندنتيشن دي حاجه صعبه والعين بيقعد يصوت وكلام زي كده، ان هو بيدوس وبعدين هو باصص بس مش شايف. فاول ريفلكس هيعمل ايه؟ ان هو هيدوس اكتر. فالعين هيعمل ايه؟ هيصوت اكتر. وبعدين هيقوم مش شايف يقوم يعمل ايه؟ يدوس اكتر، فالعين يصوت اكتر، وهو في الاخر مش هيشوف فالموضوع هينتهي. لكن لو هو هي موفد هيز indentor بس كده، just very fine indentation you can get the break. So precise localization دي very important، وزي ما قلنا بنستخدم indirect ophthalmoscope and scleral localizer، وبن position المكان بتاعها على السكليرا. الاندنتور ده بيعمل مارك على السكليرا بيبقى لونها بلوش كده، بس لو سبتها شويه هتديسابير، عشان كده we have to put a permanent marker عليها. طيب لما يبقى هنلوكلايز البريك، هل هو ممكن يكون وان بريك؟ ممكن يكون مالتيبل بريك، ممكن يكون مالتيبل بريكس. لو كان عندنا سمول بريك هنعمله لوكلايزيشن باي سنجل سبوت. لو كان عندنا لارج بريكس زي البريك الهور شو تير ده، ممكن اعمل له 3 بوينت، اثنين عند البيز واحده عند الايبكس. لو عندي دايلسيس اعمل واحده عند الاند هنا، واحده عند الاند هنا، واحده عند البوستير اند بتاعته، وبالتالي ابقى انا عارف مكان البريك فين والاكستنت بتاعته ازاي. This is the localization of the retinal breaks. عملنا باللوكلايزر، بعد كده بنحط ماركر، او sometimes we can use the سيرمي هتعمل لي بيرمننت ماركر مارك على السكليرا. الستيب اللي بعد كده احنا خلاص وي لوكلايز ذا بريك، بعد كده ان احنا نعمل تريتمنت تو ذيس بريك. Treatment this break ان انا عايز اعمل chorioretinal adhesion between the retinal pigment epithelium and the neurosensory retina على في المكان بتاع البريك. يعني مش هعمل كرايو في كل حته، انا هعملها على المكان اللي فيه البريك.
فده الايم بتاعنا. ايه الميثودز؟ احنا عندنا دلوقتي الكرايو، كان زمان دايثيرمي، دلوقتي فيه كمان الليزر فوتوكواجليشن. الكرايو الفكره بتاعته ايه؟ برضه لما حد يشتغل باي ماشين لازم يبقى فاهم البرنسبل بتاعت الماشين دي ايه. في الكرايو هتلاقي ان احنا عندنا انبوبه غاز قد كده، الغاز الموجود فيها نيتروس اوكسيد او سام تايمز كربون دايوكسيد. الغاز ده بيبقى بامبد بالكونسول بتاعها جوه التيوب بتاعت التيوب بتاعت الكرايو بروب، فده بيحصل له اكسبانشن. لما بيبقى اندر بريشر يحصل له اكسبانشن، فلما يحصل له اكسبانشن يبتدي يحصل له كولينج، كولينج لدرجه حوالي 90 درجه ماينس 90، والكولينج ده بيبقى فوكسد عند التيب بتاعت الكرايو، عشان الكرايو ده معمول من مد، معمول ان ليه التيب هي اللي تبقى اكسبوز وكل ده انسوليتد. عشان كده زي ما احنا هنشوف دلوقتي ده التيب بتاعت الكرايو، ولما بقى وده الاريا دي كلها انسوليتد، عشان كده التريتمنت بيبقى لوكالايز تو ذا تيب. لو كان كل ده اكسبوز وده هيبقى عيب من عيوب الكرايو، لو حد بيجي بيشتري كرايو كله حديد ده ممكن تعمل كرايو كل نص الشبكيه لو انت بتعمل بيه، لان كله هيبقى هيحصل له كولينج ويعمل لك المشكله دي. فبالتالي التريتمنت بيبقى لوكالايز تو ذا تيب. طيب واتس اور ايم لما نيجي نعمل الكرايو؟ احطه فين؟ الكرايو ان انا هابلاي ابلكيشن اراوند ذا ريتنال بريكس، ممكن يبقوا مالتيبل ابلكيشن على حسب السايز اوف ذا بريك. لو انا عندي بريك فيري سمول هيبقى وان ابلكيشن عليه. الابلكيشن دي هعملها فين؟ هنعملها عند الايدج اوف ذا بريك، يعني هاخد نورمال ريتنا عشان افكس ذا ريتنا دي مع الريتنال بيجمنت ابيثيليوم اللي حواليها. اهم نقطه، لو انا قلت لكم اهم نقطه في النقط دول كلهم هتبقى انهي نقطه؟ دول ولا اللي فوق؟ اللي فوق. اللي فوق هم دول اهم نقطه، وده يبقى ينطبق على الكرايو، ينطبق على الليزر لما تيجي تعمل ليزر لاي عيان عنده بريك. ليه؟ لان المكان ده الوحيد اللي لسه عنده فيتريتنال تراكشن. لو حد فيكم بص العيان جاله الريتنال تير وسابه، هيلاقي ان الفلويد بيتجمع منين؟ اول فلويد يجي له منين؟ هنلاقي ان اول فلويد بيجي سب ريتنال عمره ما بيبقى من عند الايبكس، عمره بيبتدي من عند البيز ويبتدي يتاتش ذا ريتنا وبعدين يبتدي ينزل لتحت. ليه؟ لان الاريا دي هي اللي عليها فيت ريتنال تراكشن. فبالتالي this is the most important area. يبقى الايم بتاعنا ان احنا نسراوند ريتنال بريك باي كونتيجوس تريتمنت من الكراي ابلكيشن. طيب هانفولف ايه؟ احنا قلنا هننفولف الكرويد وريتنال بيجمنت ابيثيليوم والنيوروسنسوري، يعني اداني حاطط الكراي لحد ما اشوف الافكت بتاعه ما يوصل لي على الريتنا. طيب هشيل رجلي امتى من على الكرايو؟ لما يبتدي يعمل جاست وايتنج. طب لو انا فضلت دايس هيبتدي يعمل لك ايس كريستلز على الريتنا، وده يبقى اوفر تريتمنت، والاوفر تريتمنت ده هو الوحش في الحركات اللي زي كده. يبقى التريتمنت اند بوينت بتاعتي ان انا جاست وايتنج للريتنا. طيب النقطه المهمه، ليه احنا ما بنجيش عند الحته دي اللي هي المشكله فيها واعمل كرايو؟ ان الحته دي عمرها ما هتلزق خالص، الحته دي فيها بير ريتنا، عند ريتنا البيجمنت ابيثيلي. هنشوف بعد كده لما ابلاي في المكان ده بالغلط ايه اللي ممكن يحصل. يبقى دونت فريز في بير ريتنا البيجمنت ابيثيليوم ان ذا بيد اوف ذا ريتنا بريك. وده الافكت بتاع الكرايو. بندوس عليه لحد ما بنقرب الكرويد ريتنا البيجمنت ابيثيليوم مع بعض، وبعد ما اقربهم واقرب في مكان البريك ابتدي اعمل الكرايو بتاعي لحد ما يحصل لي الوايتنينج. ده ترو بيشنت، ولما بنابلاي الكرايو بيبتدي يحصل لنا وايتنينج اراوند ريتنال بريك. الكومن ميستيك دي سيبنا منها، اللي انا قلت لكم عليها، لو كان عندي الكرايو كله اكسبوز ده ممكن اعمل مش بس تريتنج الحته دي لكن اعمل تريتنج لكل الاريا. ايه الادفانتج بتاعت الكرايو؟ انا كان ابلاي ذا كرايو على اي مكان في السكليرا، على الماسل، على الفورتكس، على كل حاجه من غير ما يحصل لي منهم اي دامج، فاقدر تريت اي بريك موجود فيها. الديس ادفانتج والديس ادفانتج دي بتيجي من الغلط من استخدام الكرايو، ان انا اجي على البيز اوف ذا بريك اقوم عامل كرايو فيعمل لنا ديسبيرشن اوف ذا ريتنال بيجمنت ابيثيليوم. ما يحصل لي ديسبيرشن للريتنال بيجمنت ابيثيليوم هتبقى ليها سكه من اثنين،
يا تخش لي جوه الفيترس وبالتالي هتعمل لي بي في ار لو انت عامل اكسبوجر كتيره للريتنال بيجمنت اثيريوم، او ان هي تنزل سب ريتنال تمشي في مكان تاني وتيجي عند الماكله تعمل لي بيجمنتيشن قد ماكله، وممكن ده يعمل لنا كمان ديمينيوشن اوف فيجن. الحاجه الثانيه اف يو دو اكسسيف كرايو، انت يو كان دو بعد كده يحصل لك ديستربنس للبلاد ريتنال بارير، ممكن يعمل لنا كورويدال ديتاتشمنت واكسوداتيف ريتنال ديتاتشمنت. وبالتالي لما نستخدم الكرايو بالطريقه اللي احنا قلنا عليها غالبا مش هيحصل لك اي كومبليكيشن. الدايثيرمي دي كانت حاجه قديمه، وكانت دي بتتعمل في لما كانت زمان بيعملوا ديسكشن للسكليرا انتو تو فلابس، وبعد كده يعمل ابلاي دايثيرمي على البيز على البيد قبل ما يحطوا السكليرا امبلانت هنا، وكانوا بيقفلوا عليها بالسوتشرز. ناو دايز من ضمن الحاجات الجديده اللي احنا بنستخدمها دي ترانس سكليرال دايود، والترانس سكليرال ديود ده زيه زي الكرايو بس يوزنج ديود ليزر. هو ليه بروب زي ما انتم شايفين البروب ده، وبدوس على السكليرا ولو قرب السكليرا بالكرويد من الريتنال بيجمنت ابيثيليوم من التير هنلاقيه ان هو بيعمل رياكشن. والجهاز ده موجود عندنا في القصر العيني، وده اشتغلنا بيه وعملنا بيه رساله حد من زمايلنا دكتور احمد سعد. فده الترانس سكليرال ديود. يبقى التو كومن ميثود فور دوينج رياكشن اراوند ريتينال بريك از كرايو اند ترانس سكليرال ديود ليزر. عملنا رياكشن الاول احنا وي اكسبوزد ذا سكليرا، حاجه ثانيه وي لوكلايزد ذا بريك، الحاجه الثالثه اللي احنا عملنا تريتمنت تو ذا ريتينال بريك، بعد كده ان احنا نبتدي نعمل له باكل. فالهدف من الباكل زي ما احنا لسه بنتكلم ان احنا عايزين نابروكسيميت السكليرا كرويد ريتنال بيجمنت ابيثيليوم ات ذا سايت اوف ذا ريتنال بريك بالباكل. طيب ايه الميثود اوف باكلينج؟ احنا في حاجه اسمها اكس بلانت وحاجه اسمها امبلانت. الاكس بلانت ده انا بسوتشر دي باكل على السكليرا دايركت. الامبلانت ده كنا بنعمل ديسكشن للسكليرا، افتح السكليرا وديسكت تو فلابس وبعدين احط ما بينهم الباكل وبعدين اقفل عليهم، دي خلاص ادمت جدا. فاحنا عندنا الاكس بلانت هو ده اللي احنا بنستخدمه. ايه الباكلينج ماتيريال اللي احنا نستخدمها؟ عندنا فرايتيز كتيره من الباكلينج ماتيريال وبنختارها على حسب حاجات هنتكلم عليها، لكن هم كلهم بيشتركوا ان هم معمولين من سيليكون، فمنهم السوليد سيليكون رابر وفي منهم السيليكون سبونج. السوليد سيليكون رابر ده في منها بقى التايرز اللي هم دول، في منهم الباند، في منهم سترايبس، في منهم حاجه اسمها ويدج ده بيتحط كده كان في السكليرا زمان في العين اللي عندهم هور شوتير، او الاسبونج اللي احنا كلنا شايفينه. وكل الحاجات دي زي ما انتم شايفينها كده ليها ارقام كود نمبر، والكود نمبر ده لكل واحد مخصوص بيه، ومنها حاجات كتيره بنشوفها. يعني مثلا الرقم ده هو ده رقمه مثلا 276، ال 276 ده يعني الدامتر بتاعته مثلا 7 مليمتر الدامتر، وفيها جروف، الجروف ده الويث بتاعته 2.5، وان هو كونكيف مش كونفكس، وهنا هنا كونكيف مش كونفكس، في تايرز ثانيه بتبقى كونفكس. فاني هاو كل واحد من دول ليه ستراكشرز معينه وليه فيتشر معينه انت لازم تعرفها ولازم تختار على اساسها. طيب لو احنا خلاص عارفين الماتيريالز بتاعتنا، طب احنا هنختار ايه لايه؟ فهنيجي نقول احنا عندنا في تو تايبس اوف باكلينج او اورينتيشن. في عندنا حاجه اسمها سيجمنتال باكل. يعني ايه سيجمنتال باكل؟ يعني انا هجيب حته من الباكل وهي دي اللي اعمل لها سوتشرنج، او ان انا هجيب الباكل كله واستخدمه. فالسيجمنتال ده ان انا اجيب حته مثلا من التاير واستخدمها. طيب الحته اللي انا هجيبها دي من التاير او من الاسبونج هحطها ازاي؟ اورينتد على السكيلر ازاي؟ يعني مثلا هحطها راديال، وبالتالي هتبقى اورينتد راديال على او رايت انجل تو ذا ليمبس، او سيركمفرنشال هتبقى بارلل تو ذا ليمبس. يبقى ده سيجمنتال تاير او سيجمنتال باكل. يبقى احنا فاهمين كلمه سيجمنتال ان انا مش هجيب كل الباكل واحطه. طيب انسيركلينج ان هجيب الباند كلها والفها 360 درجه اراوند ذا سيركمفرنس اوف ذا جلوب. طيب في كلمه مهمه قوي تقعدوا تسمعوها او حد بيقول لكم الهايت اوف ذا باكل. الهايت اوف ذا باكل يعني قد ايه الباكل ده عامل اندنتيشن على السكليرا علشان يوصل يعمل لي كلوجر اوف ذا ريتنال بريك. طيب ايه الفاكتورز اللي بتخليني او بتديرماين ذا هايت اوف ذا باكل؟
اول حاجه الدامتر اوف ذا باكل، كل ما كان الدامتر بتاع الباكل الكبير كل ما هيعمل مور اندنتيشن. الحاجه المهمه الثانيه واللي دي اهم، السيبريشن اوف ذا سوتشرز. الباكل ده المفروض ان انا اخيطه على السكليرا، صح؟ لو انا افترضت ان الباكل ده 7 ملم، لو انا خدت سوتشر 7 ملم عمره ما هيعمل اندنتيشن، هو انت هتفكست على السكليرا لكن هو عمره ما هيعمل اندنتيشن على السكليرا. امال ايه؟ لازم اخد سوتشر اكبر من الديامتر اوف ذا باكل عشان لما اربطها بعد كده هي هتعمل لي اندنتيشن. يبقى كل ما عملنا السيبريشن كل ما هيديني هاي باكل. عشان كده قالوا لما يبقى السيبريشن بتوين ذا سوتشر اند ذا باكل 2 ملم ده هيديني لو باكل. لو انا عايز اخلي الباكل عالي يبقى انا لازم ممكن ازود السيبريشن، يبقى الديفرنس ما بين الباكل وما بين السوتشر من 3 ل 4 ملم يديني هاي باكل. الحاجه المهمه الثانيه التايتنس اوف ذا سوتشرز. الحاجة المهمة if you wanted to do high buckle لازم الانتراوكولار بريشر ما يبقاش عالي قوي. You can indent حاجة soft لكن you can not indent حاجة hard like bone. But these are the sutures that determine the height of the buckle. البكلينج سوتشرز ايه البرنسبلز بتاعتها؟ ان احنا بناخد متر السوتشر. متر السوتشر دي هي السوتشر اللي احنا بناخدها. طب وانا بمشي في السكليرا همشي ازاي؟ هاخد هاف ثيكنس اوف ذا سكليرا عشان لما اجي اربط يبقى السكليرا دي ماسكه كويس. الحاجه الثانيه امشي قد ايه جوه السكليرا؟ اباوت 4 تو 5 ملم عشان يديني فيري جود جريب في السكليرا اتسلف. السوتشرز بناخدها دايما بارلل الاورينتيشن اوف ذا باكل. لو انا هعمل الباكل ريدي اللي باخدهم بيربنديكولار، لو انا هعمل باكل سيركمفرنشال يبقى هتبقى بارلل تو ذا باكل. من النقط المهمه لاي حد هيشتغل على السكليرا سواء هيشتغل باكل سواء هيشتغل سكوينت، اولا لازم تشوف الابره اللي انت تشتغل بيها ايه. الحاجه الثانيه الباث بتاعك في السكليرا يبقى شكله ازاي. لو انت مش فاهم الدنيا وبتعمل كده هتعدي، بس هتجيب غالبا معاك فيترس وريتنا وهيمرج والكلام زي كده. فانت يو هاف تو باس ثرو ذا سكليرا زي ما قلنا بدبث معين، وانت ماشي جوه السكليرا لازم تعمل حركه مهمه. ايه الحركه المهمه؟ كل شويه ترفع التب بتاعتك بتاعت الابره لفوق، فتطمئن دايما ان الابره بتاعتك انت شايفها وان هي ما مشيتش ورا لحد ما تعدي اللينث اللي انت عايزه جوه السكليرا نفسها، سواء سكوينت سواء سكليرا الباك. برضه من الحاجات المهمه لما حد يشتغل اي حاجه لازم يكون عارف كل التفاصيل بتاعتها، ايه نوع الخيط، ايه نوع الابره اللي انت بتشتغل بيها، ايا كانت الشغلانه اللي انت تشتغلها، ايا كانت سكوينت، كاتراكت، جلوكوما، اي حاجه لازم تفهمها. فالتايب اوف ذا نيدل اللي احنا بنستخدم سباتيوليتد نيدل 3 8 اوف سيركل، دي احسن واحده. لو انت جبت هافا سيركل دي هتعذبك عذاب شديد جدا وهتعمل ديبث، هتعمل ويدث قليل جدا. لو انت جبت ربع مثلا هتمشي جوه السكليرا مسافه طويله جدا وبرضه هتعذبك جدا. الحاجه الثانيه السوتشر ماتيريال اللي بنستخدمها الايثي بوند. الايثي بوند ده ليه اسم علمي كده اسمه بولي بوتيليت كوتد بريد البوليستر، كلام ياباني صح؟ تمام. بس لو احنا فصلناها تلاقوه كلام سهل جدا. اولا الماتيريال هي بولي استر. الحاجه الثانيه بريدد، ان هي ان السوتشرز عندنا فيها مونو فيلمنت وبريدد فهيتس بريدد. امال ايه بولي بوتيليت كوتد؟ ان هتلاقوا ان سوتشر في منها لونها لونه اخضر وفي سوتشر بيبقى لونهم ابيض. السوتشر اللي بتبقى غالبا لونها اخضر دي بتبقى ده الكوت بتاعها، وده بيخلي الباث بتاعها في السكليرا فيري ايزي. فهي عباره عن بولي استرز لكن هو بريدد وهو 5 او اللي هو الايثي بوند. طيب عرفنا السوتشرز وعرفنا الباكل وعرفنا النيدل وعرفنا كل حاجه. طيب الباكل بقى اللي انا هختاره والسايز اللي انا هختاره اللي انا هحطه على البريك هختاره على اي اساس؟ هختاره على حسب البريك سايز اتسلف. طيب لو انا عندي بريك 3 ملم هحط له باكل 3 ملم؟ لا، احنا عايزين نعمل سيفتي مارجن 1 ملم اون ايذر سايد من الريتنا بحيث ان انا اباكل التير ويبقى عندي كمان سيفتي مارجن اباوت 1 ملم اون ايذر سايد اوف ذا ريتنال بريك. يبقى ذا باكل ماست بي اوف سفيشنت ويث تو هاف ا سيفتي مارجن 1 ملم اوف ذا ريتنا بتوين ذا بريك اند ذا ايدج اوف ذا باكل. فاحنا لو بصينا على العيان ده عنده هور شوتير، ده الباكل افكت بتاعه كويس قوي لان هو عنده سيفتي مارجن، لكن العيان ده الباكل افكت بتاعه وحش لان في جزء من التير ما هوش سبورتد
ان هو اختار سايز اقل من الباكل اتسلف. طيب يبقى احنا قلنا عشان نختار الباكل سايز بيعتمد على السايز اوف ذا ريتنال بريك اللي احنا هنقفله، او سام تايمز لو انا عندي فيري سمول بريك هنا وعندي سمول بريك جنبي وعايز احط لهم سنجل بابل يبقى سنجل باكل، يبقى لازم احسب البريك ده والبريك ده والمسافه اللي ما بينهم وتبقى هي دي كل المسافه اللي انا هعمل لها باكل. طيب نرجع بقى تاني، احنا قلنا الاورينتيشن في عندنا راديال باكل وعندنا سيجمنت عندنا سيركمفرنشال باكل وعندنا انسيركلينج باكل. طيب مين الانديكيشن اللي نعمل لها راديال باكل؟ الهور شو تيرز او الفلاب تيرز، دول اهم تيرز واكتر تيرز ممكن يتقفلوا بالراديال باكل. او البريك ده ريلاتيفلي بوستيريور يعني عند الايكويتر او شويه بوستيريور تو ذا ايكويتر، بالتالي الراديال باكل هقدر اوصل واخد له السوتشرز كويس. دي اهم سلايد فهمكم القصه دي. فاحنا بنحط الباكل، لو احنا افترضنا ان احنا عندنا هنا ده اللي هم المارك بتاعت البريك نفسه، ثلاث نقط دول بتاع البريك نفسه. انا لازم احط باكل بالسايز ده بحيث يبقى انا عندي هنا 1 ملم وهنا 1 ملم سيفتي مارجن، خلاص؟ دي نقطة مهمة قوي. فأنا حطيت الباكل ومغطي التيرز وكمان في السيفتي مارجن. طيب الحاجة بقى التانية السوتشرز، احنا قلنا هناخد السوتشر أكبر من السايز. هاخد السوتشر ده اكبر من السايز بحيث ان انا لما اتايتن ذا سوتشر هتعمل ايه؟ هتعمل لي ذيس ذا باكل افكت اللي هو ده ذيس ذا باكل افكت الاندنتيشن اللي نازله لي تحت دي. ودي الفكره بتاعت الباكل. في ناس تحط السايز بتاع السوتشر قد الباكل وتقعد تربط جامد، تربط جامد ما عملش حاجه. لما احنا عملنا الحركه اللي احنا قلناها دي او الصوره دي ابتدى يعمل لنا هنا اندنتيشن. نرجع تاني ليها هنبص نلاقي ان احنا عاملين السوتشرز اكبر، بس انا لما ربطت قعدت اربط بحيث ان السوتشر جات لي عند الايدج بتاعه الباكل، بقت الديفرنس ده ما بين الايدج بتاعه السوتشر دي والسوتشر دي هي اللي عملت لنا الاندنتيشن جوه. This is the most important. والموضوع سهل ما فيش فيه اي نوع من الصعوبه. طيب نعمل اكزامبل لساعدتكم كده. لو انا عندي بريكس، البريك ده مثلا البيز بتاعته 1 ملم والبريك ده البيز بتاعته 3 ملم والبيز ده والبريك ده 5 ملم. لو احنا هنشغل مخنا الباكل اللي انا هحطه قد ايه في العين اللي عنده 3 ملم؟ هيبقى اتليست 3 ملم. لو ال 3 ملم يبقى 5 ملم. لو 7 ملم بس ما عندناش 7 عندنا 7.5. اوكي ويل اند جود. لما نيجي نحط له السوتشر اللي كان 3 هنحط له سوتشر 5، اللي كان 5 هنحط له سوتشر 7، اللي كان 7.5 نحط له سوتشر 10. ولما نعمل لهم تايتننج كلهم هيعملوا لنا الجود اندنتيشن بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت السكيلر ماركت. تعالوا نشوف الكلام ده على عيان حقيقي. دي ال 3 بوينتس بتاعت عيان عنده هور شوتير وكان كبير جدا، هنحط له راديال. هناخد السوتشر بتاعتنا تقريبا اكتر حاجه بتاعه 10 ملم لان انا هحط له باكل 7.5 وده اكبر باكل موجود في السبونج. ودي الماتريس سوتشر بتاعتنا وده الايثيبوند. حطينا الماتريس سوتشر ودي وفي فكره الماتريس سوتشر في العينه اللي بتاخد فيهم راديال تثبتها ان انت تستخدم التو نيدلز عشان تقدر تعملها بسهوله. وده الباكل، هنحط الباكل زي ما احنا شايفين الباكل اصغر من السوتشر اللي انا واخدها بتلاقي انه دخل تحتيها. وبعد كده ببتدي اربط الباكل بحيث ان الاند بتاعت السوتشر تبقى هي جنب الايدج بتاع الباكل اتسلف وبنربطها ثلاث ربطات بس. You can trim the edges بتاعت الباكل دي على الجزء اللي انت عايزه بس. And this is the buckle effect when the buckle closing the break. الحاجة التانية اللي احنا ممكن نستخدمها circumferential buckle segmental buckle. نستخدم circumferential buckle ده امتى؟ لما يكون عندي dialysis او لو عندي multiple breaks. ممكن multiple breaks دول اعمل لهم circumferential buckle provided that ان هم يكونوا كلهم على نفس السيركمفرنس او في شويه
بعد ما بينهم يقدر يتجابوا كلهم على الباك. فده الانديكيشن بتاعتهم، يبقى لونج تير زي داياليسيس او مالتيبل ريتنال بيج كلوز تو ايتش اذر. ده عيان عنده المالتيبل سمول بريكس زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه لازم احددها، لازم احدد مين الانتيرير مين الاقصى بوستير، بحيث ان هي المسافه دي كلها هي اللي هتبقى باكل. تمام. طيب لو انا قست من الانتيرير للبوستيرير طلع ان هو حاجه بتاعت 4 ملم، يبقى انا محتاج ان انا احط له باكل حاجه بتاعت 7 ملم، لان الديامتر بتاعت الباكل اللي انا عارفها ان احنا عندنا هي 7، فلازم احط له باكل 7 ملم. فاحنا هنختار باكل 7 ملم، حطينا له باكل فعلا 7 ملم، لكن هناخد له السوتشرز 10 ملم. فال10 ملم دي هي هتعمل لي، وبعدين هبتدي اربط لحد ما السوتشر ماتيريال تيجي عند ده، فده عمل لي الاندنتيشن اللي انا عايزها اللي هتقفل لي الباكل. بس انا مش كل ما اكبر الاندنتيشن اكبر السوتشرز دي معناه ان الاندنتيشن هتزيد، لان خلاص مش هينفع، مش هتقدر تقرب اكتر. يعني مش مفروض ان انا مثلا اكتر من ثلاثه اخليها الديفرنس، مش معقول اخليها خمسه مثلا، يعني هو الباكل سبعه احط انا 12 13، مش عمرها ما هتعرف تقرب. ليه؟ علشان الباكل هيضرب، مش هيوصل، مش هيدخل جوه، هيفضل يتحرك في وسط السوتشر دي. والحاجه المهمه الثانيه ان انت لو هو مش هيتقفل بالباكل ده بالجزء ده، يبقى هاف تو درين عشان السبريتنا فلويد يروح. ده بيشنت بالسيركمفرنشال باكل، فبناخد له الماتريس سوتشر، وزي ما انتم شايفين الماتريس سوتشر بناخدها بارلل تو دي باكل اللي انا هحطه. ممكن احط ماتريس سوتشر في 1 كوادرنت او 2 كوادرنت على حسب الباكل اللي انا هحطه ده التاير، وبنعديه تحت المصل، وبعدين نعديه تحت السوتشرز، وبعد كده بنربط السوتشر زي ما احنا بنقول. ولما بنحب نستخدم نعمل نربط السوتشر بنخلي حد يدوس لي على الباكل نفسه، وبعد كده بمسك السوتشر وبربط. وده المنظر بتاع السيركمفرنشال باكل. ليه؟ لا التاير ما فيش فيه سبونج، التاير بيبقى فيه جروف، والجروف ده هو اللي احنا بنحط فيه الباند. حطينا الباكل، بعد كده هنا في جروف، الجروف ده هنحط فيه الباند. الباند دي ممكن نفكس ان ذا سكليرا او نعمل لها سكليرا تانل زي ما انا اي يوجوالي دو السكليرا تانلز. ودي الباند اهي، بعديها في بقولها لك بس بعديها جوه التانل جوه التانل، وبعدين بعديها جوه الجروف واخليها تلف 360 درجه مع السيجمنتال تاير، فهي بتعدي وبعدين بس نحط له تاير ان باند. الانسيركلينج باكل عاده بيبقى عندنا مالتيبل بريكس موجودين في مور ذان 3 كوادرانتس، ودول ممكن احط لهم انسيركلينج باند زي ما شفنا بيشنت زي كده. دي فكره اللي هي الباند، نعمل تانل ودي دي الباند، والباند بنلفها 360 درجه around the circumference to close this retinal break or to support the vitreous base. عملنا البكل بس still the break is not closed. ليه؟ لان احنا عندنا excessive subretinal fluid. The only option is to do drainage of the subretinal fluid. احنا اتنقلنا بقى من extraocular surgery to intraocular surgery. ف drainage of the subretinal fluid sometimes ممكن نلجأ له. ايه الراشنال بتاعته؟ ان انا عايز اقلل الفوليوم بتاع الانتراوكلر بريشر عشان الباكل يبقى ليه افكت كويس. الحاجه الثانيه ان انا عايز اخلي الريتنا دي تسيتل داون على الباكل، فلو في عندي فلويد ما بين الباكل اللي انا حطيته بالماكسيمم اللي انا عايزه ولسه البريك ده ما اتقفلش، يبقى هاف تو درين دي subretinal fluid.
لما تبتدي تدرين ذا سابريتنال فلويد لازم تسال نفسك الثلاث اسئله دول: وين تو درين، يعني الانديكيشن، وير تو درين، اند هاو تو درين. وين تو درين دي الانديكيشن، لما يبقى عندي بولس ريتنال ديتاتشمنت وان البريك مش مقفول بالباكل يبقى لازم تو درين عشان الريتنا دي تسيتل داون على الباكل. الحاجه الثانيه الانفيرير بريكس، الانفيرير بريكس لو هو عنده فيه فلويد كتير عمر الباكل ما يقفلوش، سو يو هاف تو درين ذا سابريتنال فلويد علشان البريك ده يسيتل داون. ده عكس السوبيريور بريك، ان الانفيرير بريك عمرك ما تقدر تقفله غير لما تدرين، عمرك ما ينفع تحل له اير، ممكن ينفع تعمل له اير بس هتنام العين على راسه عشان الاير ده يقفل لك البريك وده مش هيحصل. لكن السوبيريور بريك ممكن تنجكت تخليه يقعد اير، ده مفيش منه مشكله. الكرونيك ريتنال ديتاتشمنت زي العين عندهم اولد ستاندنج ريتنال ديتاتشمنت، العين عندهم ريتينوسكيسس، دول انديكيشن ان احنا نعمل لهم درينج اوف سب ريتنال فلويد. العين عندهم بور فانكشن اوف ذا ار بي اي زي الناس الهاي مايوب. الحاجه الثانيه لو انا عايز احقن له اير. الحاجه الثالثه لو انا بشتغل على عيان كان لسه عامل سيرجري كاتراكت او عامل جلوكوما واتس بيتر ان انا ما ارفعش الانتر اوكلر بريشر، اتس بيتر ان انا ادرين. الافيكيا والهاي مايوبيا، لان في الافيكيا والهاي مايوبيا الفيتراس نفسه از ليكوفايد، ان انا بعتمد في الباكلينج على ان البريك انا بقفله من بره، لكن ايه اللي بيقفل البريك من جوه؟ الفيتراس اتسلف. فالفيتاس بيبلوك ذا بريك فروم انسايد وانا بقفله كمان من بره بالبكل. في المايوبيا والافيكيا بيبقى الفيتاس ده في سينريسيس فما بيقفلش الحكايه دي. وير تو درين، هنعمل درينج بالعقل كده في مكان فيه سبريتنال فلويد كتير، دي اول حاجه. طيب فين بقى المكان اللي انا ممكن ادرين فيه؟ احنا يوجوالي بدرين اباف ذا هوريزونتال ميريديان، اباف اور بلو ذا ميديال اند لاتر ريكتاي. اشمعنى؟ عشان اكتر مكان دول بتبقى الفاسكولاريتي بتاعت الكرويد قليله، لان انا في الدرينج اي هاف تو بانكشر ذا كرويد. ازيك يا هرش؟ صباح الخير. الحاجه المهمه ان انت يو هاف تو افويد درينج ثرو الاريا اللي انت عامل لها كرايو، لان في المكان ده بيبقى فيه كونجيشن في الكرويد. التكنيك بتاعتها ان احنا بنعمل راديال كاتس وبعد كده بنعمل دايثيرمي ريديال كات انتل تو اكسبوز ذا كرويد، بعد كده بنعمل دايثيرمي وبعد كده بنبنكشر ذا كرويد تو درين ذا سبريتنال فلويد. This is a patient زي ما انتم شايفين with bullous retinal detachment، ولما نحب نعمل له درينج بعد ما حطينا الباكل بنبتدي نعمل ريديال كات انتل اكسبوز ذا كرويد. Then we do دايثيرمي، ده مونوبولر دايثيرمي، والحته الغامقه دي ده الكرويد. I have to apply the دايثيرمي ليها، بس قبل ما بانكشر ذا كرويد I have to take a matrix suture around the scrotomy عشان لو حبيت at any time ان انا اقفلها وانا واخدها على تنشن كويس، بدل ما اقفلها وانا لسه في التنشن بقى سوفت. بعد كده بن بانكشر ذا كرويد، ممكن تبانكشر باي ذا نيدل او باي ذا 30 جيج نيدل، and then drain the subretinal fluid لحد ما تشيف الجول اللي انت عايزه. الجول اللي انت عايزه ان انت عايز تحقن تامبونات، يبقى ممكن تفضي كتير. الجول اللي انت عايزه عشان نسيتل ذا باكل ذا بريك على الباكل، خلاص بتوصل له وت اند باي ذس. لكن عندنا عنده كرونيك ريتنال ديتاتشمنت او اولد ستاند ريتنال ديتاتشمنت، يو هاف تو درين ا لوت. يو كان انجكت اير، ودي من التكنيكس اللي انت تنجكت اير ان هو بحيث ان هو يطلع ا سنجل بابل، ان انت بتقيس المكان اللي هتدخل بيه بعدين بانكشر ده تعدي جوه الجلوب، بعدين ترجع لبره شويه بحيث ان يبقى في اباوت 3 ملم من النيدي الانسايد، then you inject، ساعتها هتبتدي تتكون بابل حوالين التيب اوف ذا نيدل اتسلف. الكومبليكيشنز بتاعت الدرينج، الكومبليكيشن دي ممكن حاجه اسمها دراي تاب، ان انت عملت البانكشر بس ما جابتش فلويد، ده غالبا انت ما خرمتش، او ريتنال بريك، ده انت خرمت الكرويد بس كمان خرمت الريتنا، وساعتها لازم تعمل كرايو على المكان ده كانه بريك وتحط باكل عليه. كرويدال هيموريج ده ممكن يحصل، ودي وان اوف دي يعني الحاجه البايخه قوي ان ممكن يحصل لنا هيموريج، بس ده انت يو كان افويدد بان انت تعمل جود دايثيرمي على المكان اللي انت فيه وتختار مكان ما فيش فيه الكرويد فاسكولار. سبوزيتلي ات هابند، اول حاجه لازم تعملها تنكريز ذا انتراكولار بريشر، يو كان بريس على الجلوب اتسلف، اولا تقفل او سمتايز ما نقفلش دلوقتي لو كانت هي بس في الكرويد، لكن لو في الكرويد بنقفل وبناخد بن الفيت ذا انتر اوكلر بريشر اباف ذا سيستوليك لحد ما البليدر ده بيستوب.
ريتينال انكارسليشن وان اوف ذا دروباكس بتاعت الدرينج، ودي بنعرفها ازاي؟ تلاقي ان الفلويد عمال يدرين عمال يدرين، وفجاه تلاقي ان الفلويد ستوب، وبعدين تقوم عشان تبروف ان هي هي حصل انكارسليشن، يبقى ساعتها تبص على الفندس تلاقي ان الريتنا كلها دراج وجايه في المكان بتاع الدرينج. في سم مانيبيليشن بتتعمل نحاول نقللها، بس ممكن نعمل لها باكل لو ما نفعش الباكل ان هو ريف ديستراكشن، غالبا بتبقى محتاجه فيتريكتومي، بنعمل سمول ريتينكتومي اراوند ات وبنشيل نطلع الريتنا من حواليه. الحاجه الثانيه الفيش ماوثنج، ان احنا ممكن يعني يجي لنا حاجه كده حاجه اسمها فيش ماوثنج فينومنا اللي هو بيرزيستنتلي اوبن بريك، وده الغلطه اللي فيها ان احنا اخترنا الباكل الغلط في الحاجه في الانديكيشن اللي المفروض تتعمل فيه. لو انا عندي هور شوتير اتس بيتر ان انا كلوز ذيس روتينال بريك باي ذا راديال نوت باي ذا سيركمفرنشال. لما بحط له سيركمفرنشال، السيركمفرنشال باكل بيخلي البريك يعمل كده، فبالتالي بيعمل لنا راديال فولد زي فكره الحزام. لو واحد بيربط الحزام جامد هتلاقيه يعمل راديال فولد على الحاجه اللي هو لابسها. فهو احنا لو جالنا راديال فولد باسنج باي ذا بريك هيخلي البريك ده اول ذا تايم اوبند. فالحل ليه ان احنا مثلا من البدايه نحط له راديال، او لو احنا حصل لنا الحكايه ديورنج ذا سيرجري خلاص ممكن تحط سمول راديال اندرنيث ذا سيركمفرنشال باكل اتسلف. رونج سايز باكل اورينتيشن، ده مثلا هور شو تير حط له سيركمفرنشال بس ما عملش باكل للبيز بتاعته، هيحصل لنا منه ليك. برضه نفس الكلام. في حاجات التانية بقى اللي هي مش كويسة قوي زي العيان ده اكسبوز باكل. هنشوف بس ان الناس اللي في بعض الناس بتشتغل باكل هم ما يعرفوش حاجة عن الباكل اتسلف. فده عيان عنده جه ريفيرد باي ان هو عنده فيتراس هيموج وكان عامل له قبل اتعمل له قبل كده باكل، بس وانا بعمل له فيتريكتومي لقيت ان الباكل اكسبوز، قلت اشيل الباكل وده كان مش مهم قوي. فكل ما اشد الاقي ان الباكل لسه عمال يطلع، لسه برضه عمال يطلع. This is the wrong choice ان انت تشوز الباكل ده في المكان ده. فالباكل تقريبا باكلينج كل الجلوب. الباكل ده اكتر من 25 ملم، يعني انا حبيت اقيسه بالبرجل الباكل ده كبير جدا محطوط غلط. It ended in ان العيان ده ما استفادش، It ended ان العيان ده بعد كده جاله فيتريس هيموج، فالباكل ده غلط اكسبوزد وغلط. Sometimes ممكن يجي لنا حاجه انفكتد اكسترودد باكل، ده بعض الكلام عشان طبعا السوتشرنج بتاعتنا ما بتبقاش كويسه، ده الباكل والكونجكتيفا مش مقفوله خلاص. انا سالي قدامي دقيقه واحده. ده اكسترودد انفكتد باكل، ده ممكن يتشال عشان الانفكشن تروح، مش عمر ما انت بقيت تخليه تروح. ده وان اوف ذا من الحاجات الفيري رير اللي انا شفتها هنا في القصر العيني، عيان جاي بيشتكي من بيرنينج سنسيشن في المكان ده، وبعدين لما رفعت الليد لقيت ان في حاجه بيضه خارجه منه وتشيز دي باكل محطوط غلط، ان الباكل ده عدى من الليد خرج بره وعمل لنا الحكايه دي. دي كلها الرونج تشويسز للباكل، لكن الباكل از تكنيك لو استخدمناه الاستخدام الكويس هيبقى ليه فائده. بس ثانك يو.